مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من امام السوق النموذجي ديال المدينة القديمة. هادو تجار بهذا السوق، هذا مهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء، يعني طار عليهم الدم بسبب واحد الشخص ينصب عليهم، كانوا كيعطيوه باش يخلص الموضوع ونصب عليهم. نخليكم مع هذه المهاجرة افريقية، اختنا كتهضر بالدارجة بالعربية، غادي تقول لنا اشنو وقع لها. السلام عليكم. كلشي انا ماشي عربية مزيان، مي لو بروبليم انك dans le marché ici à Médina. Arabia, là, c'est pas misienne, quoi. C'est un peu. C'est en fait, on est fatigué, on a eu du bicep. Il y a le. Quoi, tu. Comment dirais-je? Il a pris l'argent du marché. Voulait que les gens du magasin ne payent pas le prix de courant. Donc, du coup, en Arabia. Je ne comprends pas très bien. Donc ils ont oublié de mélanger français et arabe. Voilà. Donc nous, on est fatigués. On a eu du bicep. On est fatigués. Ils ont quand nous envoyer nos courants. Et on va travailler. C'est ce qu'on en a besoin. On ne veut pas mendier ni se promener. On veut travailler pour avoir nous-mêmes nos propres argent. On est fatigués. On est fatigués. On peut faire une semaine. J'ai dit bien une semaine sans courant. Ce n'est pas normal. Chaud Malik. Chaud Malik. Bicep. Chaud Malik. Aïd. انا فاتيغي. فوالا ميرسي بوكو. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما تابعتوا معنا كتقول بان عيات وحشومه على هذا الشخص عفوا اللي نصب عليهم ودا لهم رزقهم باش يخلصوا لذاك على قبل الموضوع في هذا السوق النموذجي. ف كنتمناو على ان الناس المسؤولين باش يديروا شي حل مع هاد الناس هادو. تم النصب عليهم من طرف واحد الشخص اللي هو بحوزه رجال الامن، لقاو عليه القبض باش يحقوا معاه من اجل هاد السرقه ديال الاموال اللي غادي يخلصوا بها لذاك. خاصكم معنا مجرمين شنو واقع هنايا. هادو مهاجرين افارقه، اخوان ديالنا اللي تم النصب عليهم من طرف هاد الشخص هذا، فحشومه عليه. شرب بزاف ديال العائلات اللي كيترزقوا الله من هذا السوق النموذجي. فالرساله ديالهم كانت واضحه للناس المسؤولين باش ياخذوا ليهم الحق ديالهم. فرجال الامن غادي يفتحوا تحقيق وغادي يعرفوا شنو اللي واقع. فالمبلغ ديال 53000 درهم اللي تم النصب عليهم فيه، فالله يدير لهم شي تاويل خير. فكيصوروا واحد طرف الخبز من هذا السوق هذا، خدامين على راسهم. وجا واحد الشخص اللي هو تاجر معاهم هنا في السوق، كانوا مكلفينه كيخلصوه شهريا، وهو اللي كيخلص لذاك ونصب عليهم في الاخير، دا لهم المبلغ ديال 53000 درهم. فشوفوا معنا شنو واقع هنا مشاهدينا. الله يدير روينا ديال بصح بخصوص هذا السوق النموذجي، يعني تم النصب عليهم في مبلغ ديال 53000 درهم، يعني كانوا جامعين عطينو كيجمع الفلوس باش يخلص لذاك، وفي الاخير ما خلصش لذاك. فالله يدير لهم التوي ديال الخير. السوق الان راه مسدود، ومنو كانوا كيترزقوا الله، ومنو خدامين، وكاينين مواطنين مغاربه حتى هما خدامين في هذا السوق هذا وكيترزقوا الله، وهما سادين دابا الحال حاليا، سادين السوق لحقاش ما كاينش الماء، ما كاينش الضوء، ما يمكنش يخدموا بلا ماء بلا ضوء. فغادي نوصلوا مشاهدينا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله. تبقاو على